طقس السبت حار نهارا وتوقعات بأمطار خفيفة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه هيبقى طقس النهاردة السبت حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء. والأرصاد الجوية قالت كمان أن الشبورة المائية بدأت من 4 واستمرت حتى 7 صباحا على مناطق من السواحل الشمالية، وكانت متوسطة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ووسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم السبت في القاهرة، العظمى هتكون 35 درجة والصغرى 25 درجة، والأسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة. وأوضحت الأرصاد أنه بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الأحد 1 أكتوبر، ستشهد البلاد حتى الأربعاء سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات الجمهورية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية. شكرا لحضراتكم على المتابعة.